المدربين، المدربين بطبيعة الحال هما ثاني حيكونوا بيناتهم، حيكون بيناتهم صراع تكتيكي كثيرا. نتحدث شوية على التحكيم قبل أن نمر إلى أمور أخرى. عبد الرزاق حلالشي، تحكيم اليوم سيكون بقيادة طاقم إماراتي، ماذا عن هذا الطاقم وكيف سيتعامل مع هكذا وديات؟ فقط نشر على في الصور الجمهور الجزائري الحاضر بمدرجات رضا عبد الرزاق بمساندة المنتخب الوطني، هذا الجمهور الرائع دائما حاضر في المدرجات، دائما يساند المنتخب الوطني اينما حل وارتحل في المباريات الرسميه، في المباريات الوديه، وهنا ايضا حتى الجماهير المصريه تشارك الجزائر المدرجات، وهذا امر رائع جدا، واذا دل على شيء يدل على العلاقات الطيبه بين الشعبين. التجاسر كلها بيعت بأكثر مغلقة. نعم. اليوم راح نشوفه من جانب الأنصار، راح نشوفه ربما حماس كثير، ليخلينا نشوفه داخل الميدان كذلك أشياء أخرى. تعودنا عليه، حتى الجماهير متعودين في حماس فيها. أكيد، وهذا ما يزيد دفعة وجرعة إيجابية للاعبين ويعطي لها طعم خاص، خاصة في وديات كما هذه. نعم، نواصل مع سيد حلاشي بخصوص تحكيم طاقم الإماراتي، كما قلنا أكيد أنه سيكون بطعم خاص في مثل هذه الفيديوهات. حقيقة يقول السيد يحيى المندى علي دول منذ 2020 بمساعدة محمد أحمد المساعد ومساعد ثاني حسن المهري، الحكم الرابع أحمد عيسى، وحتى الطاقم الفار حاضر، لأن تقنية الفار حاضرة في المباراة، يأخذها كل السيد محمد عبيد خادم والمساعد جاسم عبد الله. كما ذكرت الأخت سهيلة، هذا الحاكم هذا منذ 2020 حاكم حقا ما عندوش تجربة كبيرة في هذا المستوى، أدار إلا 6 مباريات في على المستوى الدولي على مستوى قارات آسيا، مباراتين دوليتين وباقي في مختلف البطولات الآسيوية. أشهر 6 بطاقة صفراء في 6 مباريات بمعدل 6 بطاقات صفراء لكل مباراة، وهذا الشيء الارقام يدلوا باللي عدد المعتبر من البطاقات راهو تجاوز انا نقولوا شويه التحكيم الحالي، لان التحكيم الحالي في المعدل راهو في 3 بطاقات. خلي بالك لانه ادار مباراه فصل في لكاس اسيا اشهر 13 بطاقه صفراء في مباراه واحده. هذا الحاكم هذا ما عندوش شويه تسامح، ما عندوش روح تسيير المباراه. نشوفوا ان شاء الله، لانه هذه المباراه كما تكملوا الزملاء حقيقه هي على الورق مباراه وديه، لكن بروح رسميه، المنتخبين يسعيان لتحسين تمركزهما في الترتيب العام للفيفا، وبالتالي التحكيم لازم يكون يعني حاط عينه على كل حاجه حقيقه، لانه يختلفوا المباريات الوديه للفرق ولا المنتخبات ماهيش بنفس نفس المعيار، لانه حتى نشوف حتى شفنا المتتبعين حتى الجماهير، شفنا الجمهور من طرفين جمهور غفير، الناس متتبعه، وهذا مباراه خاصه خاصه المرحله اللي جات فيها. نعم، على بغض النظر على انه ديربي وكما تكلم المباراه بين الجزائر، المرحله التي جاءت فيها المباراه هي بقيت اقل من شهر لتصفيه كاس العالم. نعم، اكيد تدخل مباشره بعد 3 أشهر تقريبا نهائيه كاس افريقيا. بطبيعه الحال هذا المنتخب الوطني في احماءاته قبل انطلاق المباراه قبل دقائق من الان. جاد نواصل معك بالحديث عن التشكيله، شفنا التشكيله فيها لاعبين جدد، مزيج بين الشباب والخبره، هل يمكن ان نقول ان بالماضي بامكانه تغيير النهج التكتيكي تحسبا هذه المباراة وللمواعيد الأخرى؟ الأخت سهيلة لما بديتي في الحصة تكلمتي عن النهج التكتيكي مباشرة، ربطتيه مباشرة باللاعبين. نعم، لأنه النهج التكتيكي متى يغير ومتى يكون عندك حلول. نعم، متى يكون عندك ثراء تكتيكي. نعم، يكون عندك ثراء تكتيكي على حسب ثراء التشكيلة. نعم، الآن المنتخب الوطني عنده تشكيلة ثرية. نعم، وببروفايلات وخصائص مختلفة، عندك بروفايلات مثل شايبي، مثل عوار، مثل قويري. السؤال تاعك لما تكلمتي على النهج التكتيكي يا سهيله، النهج التكتيكي يختلف من مباراه الى مباراه. النهج التكتيكي اللي لعبنا به ضد الراس الاخضر ليس هو نفس النهج التكتيكي اللي لعبنا الحين نلعبوا به ضد مصر. ولما نتكلم على النهج التكتيكي نقولوا نظام لعب. نظام لعب هو التموقع تاع لاعبين، يمكن ان تكون 4-3-3 هجوميه ويمكن تكون 4-3-3 دفاعيه، على حساب هذيك سهيله تكون اسلوب تاع